أنت عندك ثلاث مسارات بالحقيقة أمامك حقيقة. المسار الأول وهو الأفضل والأولى والذي إن شاء الله نتفائل فيه هو وقف نفاذ سريع من محكمة التمييز، وإن شاء الله حكم بالبراءة التامة من محكمة التمييز استنادا إلى حكم أول درجة وإلى شهادة الشهود. يعني أنا خلني أذكر المشاهدين بأن بالحقيقة اللواء الرفاعي آمر حرس مجلس الأمة وآخرين من قوات الأمن كلهم شهدوا بالحقيقة، وأيضا وكيل وزارة الداخلية الدوسري أيضا وآخرين كلهم أدلوا بشهاداتهم بأنه كان تجمع سلمي، كانت رسالة سياسية، تعاونوا مع رجال الأمن، صرفوا النظر عن الذهاب لبيت أحد المسؤولين لإصال رسالة، وقبلوا بالحل الوسط وهو الذهاب لمجلس الأمة. فهذا كان بالحقيقة الخيار، وأن بالحقيقة شهادة أيضا الأمين العام المساعد لمجلس الأمة الهاجري وآخرين بأنه لم تحدث أي تلفيات تذكر في مجلس الأمة. هناك مفقودات بعض النثريات بحدود 200 دينار بالحقيقة، ولا يعرف هل فقدت في هذه الحادثة أم بحوادث سابقة، يعني مطارتين، أربع قلاصات، مطرقة من أصل 12 مطرقة نجار المجلس مسويهم، يعني لا يوجد أي شيء له قيمة.